كما كان نوع جدي جيبوا لي نهار الليله نتقفوا تشوفوا نحط عليه الجناوه ساعتين ثلاثه تسويع هو ناس. جينا جلس الدور ديالو هذا فاش نكون في الليله تنتقفوا انايا في الليله تنكتب له هنا في الدار ديالو الاسرار ديال مولاك الليله. انت حاليا اللي تتصورني كي جالس كي تتحس براسك معايا انا وانت تتصور. اجي السلام عليكم، تحياتي للاخوان وتحياتي للاخ اشواقع الصحابه ديالنا ديال اشواقع. المهم معكم اليوم المجدوب الحمدوشي وميمون ديالو. ها هو الميمون ديالي، هذا ميمون جابوا لي الله ويدوز معايا الموسم ديال سيدي علي ان شاء الله، ونخلي هديه لسيدي علي من هنا تال سيدي علي ان شاء الله يبقى معايا. وهو ميمون سميتو ميمون على حسب ميمون السوداني، ميمون الروداني، ميمون غانغا. وهاد ميمون هو واحد الملك اللي هو من الكحل، وتنبداو به تنفتحوا فيه في الملوك على حسب سيدي علي بن حمدوش، على حسب سيدي علي بن حمدوش هو اللي تنبداو به بالبواب، تنبداو البوابة حل الباب، ومنو تنخرجوا للكحل جاو الكحل جاو، ومنهم تنخرجوا للميمون، ميمون السوداني ميمون الروداني. وغيبقى هادي كالجميع الشريفات من هذا المنبر هذا تنقول لهم جميع الشريفات نتاع سيدي علي بن حمدوش فيما كانوا من طنجة للقويرة، اللي ما دوزاتش الليلة مع ميمون السوداني راه ما دوزاتش الليلة كيف والو، ليلتها تتكون ناقصة. هذا هو ميمون على حسب انا تنصاوب الملوك اي هي شريفه اللي تتبغي دير الليله. كاين دابا شحال من وحده تدير الليله ديالها وما تديرهاش مطبقه هي هذيك كما تنقولوا، تتسمع النصيحه ديال العيالات. في المثال دير قصعد البوهالي، شروط البوهالي شنو هي وشنو هي قصعد البوهالي وشنو خص البوهالي يدير. البوهالي خصو القصعه انواع الطعام، انواع اللحم، انواع الخضار، هذه هي قصعد البوهالي. الدربالات البوهالي، القراب البوهالي، العصاد البوهالي. فاش نوصلوا للميمون الكحل عاوتاني خصنا الماكله ديالهم، التباخيره ديالهم، كيفاش هما الكحل، كيفاش نوصلوا للحمر، عاوتاني طريقه الحمر، الشربه ديال حمو، الذبيحه ديال حمو، كيفاش يكون الجزار لاباس، كيفاش النوع ديال الجزاره، كيفاش النوع ديال الطريقه للطياب ديال حمو. فاش نوصلوا عاوتاني لالا عيشه هكاك، ولا لالا مليكه، ولا لالا ميره، والزهوانيه، والشلحاء، وبزاف وعدد، ومولاي ابراهيم طير الجبال سبعه رجال، وبويا عمر، مولس ناس المنار، والفقيس مهاروش، القاري ستين، والحزب واليقين، ملوح من الخشب، والقلم من الذهب. بانما هاد الملوك القليل اللي يفهموا فيهم كاين شحال من وحده تتخسر مليون، مليون ونص، 10000 درهم كذا، وتتقول لك انا ليلتي ما طلعاتش. علاش؟ تطيح في واحد النوع ديال العيالات النصابات اللي ما تيعرفوش يطرقوا لها هذيك الليله ديالها. هما الملوك اللي خليتي فيهم كما تنقولوا اللي خلى سن حرف من السنه تيتعاقب به. فهمنا اخي؟ اذا الليله راه هو هذاك المجدوب اللي تيكون مقابل الليله. أما درتي ليله بلا مجدوب، منك القناوه، أم منك الحماتشه، أم منك هذه، راه تتكون عندك ليله ناقصه. المجدوب ضروري منه اللي غيكون مطرق الليله، وكيفاش يعرف ما ينوضوش العيالات في المثال عاف التبخيره، تتكون العاده خدامه، وحنا خدام نحمو، خصنا الجاوي الاحمر. تينوض هو تيهز لك الجاوي الكحل، تتنوض وحده تهز الجاوي الكحل تبخر به، ام تهز سرغينه ديال لالا ميره تبخر بها، ام تتهز في المثال الشبه ولا الحرمل تبخر به. لا، حنا عندنا حمو، عندنا الحمر، خصنا نبخرو بالتبخيره حمراء بالجاوي الاحمر. تفهمنا؟ فاش نوصلوا عاوتاني الفقيس مهاروش الشرفه
مولاي محمد حبيبي والمنصوري والفقيس مهاروش والبويض تيتكناو الوان بويض الشرفه تيتكناو هذوك الشرفه. خصنا نبخرو بالمكاوي بالجاوي المكاوي الجاوي البياض بالتبخيره بيضاء نفرقوا الحليب والتمر كيفاش الطريقه ديالو. الحليب يكون مرشوش بالزهر والتمر يكون مرشوش بالزهر والطريقه ديال هذا الشيء. الدور ديالو هذا فاش نكون في الليله تنتقفوا انايا في الليله انا جدي كما كان نوع جدي تجيبوا لي نهار الليله نتقفوا تشوفوا حتى نحط عليه الجناوه ساعتين ثلاثه تسويع هو ناس ما يتخصش تشوفوا مباشره ام بشفوي. انت نقول لك هكا ربما تحقرني ربما تقول بزاف. انا جدي فاش نشدو نهار الليله ديال الحمدوشي تنتقفوا تنحطوا واحد ساعه ولا ساعتين هو متقف تنكتب له هنا في الدار ديالو الاسرار ديال مولات الليله ام عندها تابعه ام عندها عكس ام عندها ام عندها ام عندها وتنقول لها تنشرط عليها تشري واحد ربعه د القصريات جداد شحال عندها في الدار هي ام كانت هي وراجلها وبنتها وبنتها وولدها 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 تنشرط عليها شحال من نفس في الدار شحال من قصعه تكون جديده وكل قصعه تندير عليها واحد اللوازم واحد الكتابه بالسمق كاين اللي تنكتب ليها بالسمق وكاين اللي تنكتب ليها بالزعفران والعود والزعفران داك المهم هذاك الشيء كما تنقولوا حنا سر المهنه اللي تنكتب وتنهرس هذيك كل وحده فاش نجي نحضر ونشد هذيك القصعه وتندوزها على هذيك المراه ولا هذاك الراجل كل وحده والقصعه ديالها ونهرس هذيك القصعه حتى انا ما كانش حاضره معانا ولا حاضر معانا تنهز واحد الطرف من هذيك القصعه اللي تهرسات التابعه ديالو تهرست وتنديرها له في البسطام ديالو ونقول له اش كدير لها وكدير لها وها فين تزاوطها في البحر وها فين تزاوطها وها فين تزاوطها وهذاك المقصود ديالك تي والله سبحانه وتعالى هو اللي تيكمل وحنا تنكونوا هما حنا هما السبب ديال هذاك تنكونوا حنا سبب والكمال عليك يا مولانا. لا ضروري من اسم الله ضروري من اسم الله احنا تنصلي وتنعبد الله وتنشهدوا بالاشهد لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. اذا شنو هو الشرك؟ راه الشرك هو اللي تتشرك بالله تتقول لا ربي راه ما كاينش كاين هذاك السيد فلان. حنا لا تنقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله وقل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. واحد اللي كاين من غيره كذاب كالدومين ديال الخدمه ديالنا والمهنه ديالنا حافظنها وحافظن هذوك الاصول الاساليب ديال الخدمه ديالنا فهمت تفهمنا الهضره. اما انا نعطيك مثلا دابا انت حاليا انت حاليا اللي تتصورني كي جالس كي تتحس براسك معايا انا وانت تتصور واش انت شديتي ولا ما شديتيش؟ اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.